اول ستيب هيسموها ايه؟ بروجكشن فايبرز. خلاص دي عرفناها. طبعا هي وايت ماتر. بروجكشن فايبرز عباره عن وايت ماتر. كل القصه اللي هنقولها النهارده كلها طبعا وايت ماتر. في فايبرز ثانيه بيسموها اسوسيشن فايبرز اللي هي بيرمز ليها اللون الجرين ده. ايه بقى الاسوسيشن فايبرز دي؟ من الرسمه كده it connect different part of the cerebral hemisphere of the same cerebral hemisphere. يعني مثلا ممكن تكونكت الانتيريور مع الاوكسيبيتال مثلا او البروكا مثلا زي ما خدناها في المحاضره اللي فاتت مع الفيرنكس. الاسوسيشن فايبرز لازم تكون جوه واحد سيريبرال هيمسفير كونكت ديفرنت بارتس. طيب اخر حاجه بقى اللي هي اسمها ايه؟ كوميشرال فايبرز. ايه هو الكوميشرال فايبرز؟ يبقى كوميشرال كونكت ذا سيم ارياز اون بوث سيريبرال هيمسفيرز يعني في الرايت وفي الليفت بس السيم اناتوميكال اريا بتربطهم مع بعض. تعدي من اليمين تروح للسيريبرال اليمين تروح للسيريبرال الشمال. زي اكتر واكبر مثل عليها هو اسمه ايه؟ الكوربس كالوزم اللي هو اللارجست كوميشنال فايبرز كونكتنج بتوين رايت اند ليفت سيريبرال هيمسفيرز. طب عايزين نشوف تفاصيل اكتر انواعها ايه وايه هي الفايبرز الموجوده عندي جوه البرين. اول حاجه هنبدا بيها الاسوسيشن فايبرز. الاسوسيشن فايبرز زي ما انتم شايفين كده اللي هي الالوان الحمراء اللي قدامي دي بتوصف اناتوميكال شورت اسوسيشن ولونج اسوسيشن فايبرز. الشورت اسوسيشن فايبرز كونكتنج بتوين ادجسنت جايراي يعني مثلا ما بين البوست سنترال اللي هو ده والبري سنترال تربطهم الاثنين مع بعض فيسموها ايه؟ شورت اسوسيشن فايبرز. دي الوظيفه بتاعتها كونكتنج ادجسنت جايراي فبيبان شكلها كانه يو شيب بيسموها اليو شيب ارك ويك فايبرز. الارك ويك هي الاقواس بتوصل ما بين الادجسنت جايراي مع بعضها لذلك هي شورت لانها تربط الاثنين اللي جنب بعض. طب لو طولت شويه يبقى اسمها ايه؟ لونج اسوسيشن فايبرز. اللونج اسوسيشن فايبرز دي في منها اربعه فاسيكيولاي موجودين عندنا جوه البرين مهمين جدا. اول فاسيكيولاس اسمها السوبيريور لونجيتيودنال باندل. سوبيريور يعني موجوده اباف ذا كوربس كالوزم. انفيريور هتلاقيها تحت الكوربس كالوزم. سوبيريور لونجيتيودنال باندل اللي هي اللي انت شايفها قدامك اتكونكتس فرونتال مع البارايتال مع الاوكسيبيتال وجزء من التمبورال كمان يعني كانها ماسكه كل السريبرال هيمسفير من قدام من ورا ومن تحت كمان يبقى كونكت اللوبس كلها مع بعض اسمها السوبيريور لونجيتيودنال باندل او سوبيريور لونجيتيودنال فاسيكلس. هذه السوبيريور لونجيتيودنال باندل لو قلت لك انها كونكتنج ذيس بارت اللي هو مثلا الانفيريور فرونتال جايرس مع البوستيريور بارت اوف بارايتال لوب الارياز دول اسمهم ايه؟ هنا دي اللي هي اسمها البرايمري لانجوج اريا وهنا هتبقى اسمها ايه؟ السكندري لانجوج اريا اللي هي البروكا والفيرنكس. مش احنا قلنا لازم في كوميونيكيشن يحصل ما بين البروكا والفيرنكس عشان يحصل الاندرستاندنج وبعدين تقدر تتكلم. وقلنا ان البندل دي اسمها اركويت بندل. الاركويت بندل او الاركويت فاسيكولاس دي كونكتنج بين ذا بروكا اند فيرنكس. It is a part of the superior longitudinal bundle. يعني الفايبرز بتاعتها بتلاقيها جوه ماشيه في السوبيريور لونجيتيودنال باندل ما بين البروكا وما بين الفيرنكس. دي واصله لوحدها جوه وصله كبيره، الوصله الكبيره اللي هي السوبيريور لونجيتيودنال باندل. تمام؟ طيب دي اول واحده. طب في واحده ثانيه بتربط ما بين التمبورال بول والاوكسيبيتال بول اسمها انفيريور لونجيتيودنال باندل بتمشي تحت في التمبورال لوب ما بين الانتيريور بارت اوف ذا تمبورال بول اند الاوكسيبيتال بول. طيب ليه الاسوسيشن ده بيحصل؟ عشان يحصل اسوسيشن في الفانكشن انسايد ايتش سيريبرال هيمسفير. يعني مثلا لما انت بتشوف حاجه مثلا اكل حلو مثلا انت شفت الصوره بتاعها ممكن يحصل لك ايه؟ او انت بالعكس شميت اكل ريحته حلو بيحصل اسوسيشن معين ما بين حاسه السمل وما بين زياده الجاستريك سكريشن والسلايفيشن والاوتونوميك فانكشن. يبقى في وصله معينه ما بين مثلا الانكس اللي هي فيها السميل سنتر والهايبوثالاموس اللي هي فيها الفيسرال والاوتونوميك فانكشن وهكذا. قيس بقى على هذا النظام كل الكونكشن او الاسوسيشن فايبرز اللي موجوده في الديفرنت سيريبرال هيمسفير. يبقى احنا عندنا الكونكشنال باندل ما بين التمبورال يعني مثلا ما بين السميل اريا وما بين الفيجن. طيب في ايه كمان؟ في باندل مهمه جدا اللي هي اسمها السنجوليت او السنجولم فاسيكولاس اللي هي فين السنجولم فاسيكولاس دي؟ Above the corpus callosum. This is the corpus callosum.
anterior end بتاعت الكوربس كالوزم اسمها الروسترم. الفايبرز دي arching above the corpus callosum لحد ما بتوصل للانكس. الانكس اللي هي موجودة فين تاني؟ على الانفيريور سيرفيس اوف ذا برين. بالظبط موجودة فين؟ في جايرس. الجايرس ده اسمه ايه؟ لو انتم فاكرين كان في جايرس عندنا موجود على الانفيريور سيرفيس لاترال للهيبوكامبال سالكس. اسمه ايه الجايرس ده؟ ده الهيبوكامبال سالكس. والجايرس اللي كان ماشي جنبيه كده على الانفيريور سيرفيس اسمه بارا هيبوكامبال جايرس. والمقدمة بتاعت البارا هيبوكامبال جايرس دي كانت اسمها الانكس، اللي لو عملت لها ديب دايسكشن هلاقي فيها النيوكليوس بتاعت السميل اللي اسمها ايه؟ اميجدالا. تمام؟ يبقى دي الكورتكس. الكورتكس من بره اسمه الانكس. هو فين الانكس؟ In the most anterior part of the بارا هيبوكامبال جايرس. ديب دايسكشن اوف ذا انكس هلاقي السنتر اوف ذا سميل اللي اسمه الاميجدالا. هو له رول كمان في الليمبك فانكشن، يعني بعدين هنعرف ان الاميجدالا دي جزء من البيزال جانجليا. Anatomically is related to basal ganglia but functionally it is related to the limbic system. يعني هي موجوده تبع حاجه اسمها basal ganglia كاناتومي، لكن الفانكشن بتاعتها في الفسيولوجي بتكون related للimbic system. يعني الايموشن، يعني السميل، يعني البيهافير، يعني الاوتونوميك فانكشن اوف ذا بودي، كل ده فانكشن اوف ذا limbic system، يعني كمان الميموري. فالانكس دي اللي هي موجوده في المقدمه بتاعت البارا هيبوكامبال جايروس بتكون مرتبطه ب بتكون مرتبطه، هي دي الانكس دي بتكون مرتبطه بمقدمه الكوربس كالوزم عن طريق حاجه اسمها السنجلم. السنجلم دي بقى ماشيه فين؟ ماشيه في جايرس. الجايرس ده اسمه فاكرين السنجوليت جايرس؟ سنجوليت جايرس فين الانافي بتاعه؟ السنجوليت جايرس بتوين ذا كالوزال سالكس اند سنجوليت سالكس، ما بينهم الاثنين بلاقي الجايرس الكبير قوي اللي هو اسمه السنجوليت جايرس. وقلنا السنجوليت جايرس ده the cortical part of the limbic system بيمتد تحت كمان مع البارا هيبوكامبال جايرس عشان يعمل الليمبك لوب. القصه دي كلها بيسموها الليمبك سيستم. فاذا هذه السنجولر it has a role in the limbic system. هي الموست كومن فاسيكولاس which connect between the corpus callosum and the ancus. طيب دي اللي هي السنجولر. طب ايه كمان؟ عندي حاجه اسمها انسينيت فاسيكولاس اللي هي دي. شايفين الانسينيت فاسيكولاس عامله ازاي؟ طيب من الاناتومي كده هي وصلت ما بين ايه وايه؟ ما بين الفرونتال بول مع التمبرال بول. ماسكه الاثنين مع بعض، فرونتال مع التمبرال. الفرونتال بول اللي فيه اريا مهمه قوي اللي اسمها ايه؟ ها؟ البري فرونتال اسوسيشن اريا موجوده تحت على الانفيريور فرونتال مقدمه الفرونتال بول وكمان بتبان من الاوربيتال سيرفيس اوف ذا برين اسمها البري فرونتال اسوسيشن. قلنا البري فرونتال اسوسيشن ليها امبورتنت رول في تحديد البيرسوناليتي والبيهافير والبلاننج والهاير برين فانكشن في الليرنينج مثلا سيب مهاره جديده كل ده بيشتغل فيه لان بيحصل نيو سينابسس في هذه الاريا اللي هي البري فرونتال اسوسيشن اللي موجوده موستلي في التمبرال في الفرونتال بول. اتس كونكتد تو ذا تمبرال بول. التمبرال بول نرجع تاني نقول له رول في الميموري. قلنا التمبرال لوب في السوبيرو تمبرال لوب في اللي هي الاوديتري سنتر بقيله في حاجه اسمها الاوديتري اسوسيشن. ذا ريست اوف ذا تمبرال بول ريست اوف ذا تمبرال لوب از كونسيرن ويز ميموري فانكشن اوف ذا برين. يعني الميموري مسؤوليه هذه الجزء. فاذا هي بتكونكت ما بين الميموري وما بين الاريا الثانيه اللي هي الاريا اللي هي في المقدمه اللي هي البري فرونتال اسوسيشن. فيحصل الكونكشن ده لازم يحصل الكونكشن ده عشان establishing of old memories. فالشخص ده بتتكون البيهافير او الشخصيه بتاعته على حسب الاولد ميموريز اللي كانت متكونه في التمبرال لوب. تمام؟ يمكن الكلام ده شورت تيرم تبع الهيبوكامبس بس مسؤوليه الهيبوكامبس اللي هي الريسنت ميموري والشورت تيرم ميموري. لكن بقيه التمبرال له فانكشن في ميديشن اوف ذا لونج تيرم ميموري. تمام؟ طيب يبقى عرفنا ايه هي الاسوسيشن فايبرز. قلنا اول حاجه اللي هي السوبيريور longitudinal، ثاني حاجه اسمها inferior longitudinal، بعد كده في ايه؟ انسينيت فاسيكولاس والسنجولار، كل واحده ليها فانكشن مختلف. لو جيت تشوف الكوميشرال فايبرز بقى، الكوميشرال فايبرز معناها ايه؟ connected the same areas in the opposite cerebral hemispheres. يعني تمسك مثلا بارت من التمبرال لوب مع التمبرال لوب اللي قدامه بالظبط، نفس المكان، نفس الاناتوميكال بوزيشن. الاوكسيبيتال مثلا بوستيرو كوميشن انتيرو كوميشن. طب انا عندي كام كوميشنال فايبرز في البرين؟
عندي فيه حاجه اسمها anterior commission. خلينا نشوفها على الرسم. This is the anterior commission. ده طبعا sagittal section. ماشي؟ ده sagittal section في البرين. هنا ده anterior commission. ورا كده بلاقي في حاجه اسمها posterior commission. طيب في structure هنا اسمه البينيال جلاند او البينيال بودي. البينيال جلاند just above the pineal gland بلاقي في structure تاني اسمه habenular commission اللي هو ده. واخر commission عندي اللي هو الفورنكس، واكبر commission اللي هو الكوربس كالوزم. يبقى تقريبا هم 5 commissions موجودين في البرين. ناخدهم واحد واحد. anterior commission المكان ده لو جيت اوصفه anatomically هقول ايه؟ in front of هو anterior part of the third ventricle. طبعا المكان ده كله هو cavity of the third ventricle اللي بيشمل ايه؟ اللاترال وول بتاعه thalamus، وبعدين hypothalamus، وبعدين الستراكشر ده اسمه epithalamus، الشيت اللي هنا ده اسمه subthalamus، وبعدين هنا في metathalamus. ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ الثالامس معروف، this is the thalamus اللي هي the largest relay station of the brain، كل السنسيشن لازم هتروح لها دي الثالامس. طيب structures اللي تحت الثالامس انترو انفيريور للثالامس بلاقي فيه ايه؟ الهايبوثالامس. بيفصلهم imaginary line، يعني تقدر ترسم imaginary line كده ما بين الثالامس والهايبوثالامس. من فين الايماجينري لاين؟ It extend between this foramen which is called interventricular foramen. الانترventricular foramen من رو اللي هو كونكت ما بين third ventricle واللاترال ventricle من جوه. وصل الايماجينري لاين ده بالكنال دي اللي اسمها cerebral aqueduct of Sylvius. كنال ماشيه جوه الميد برين، بتقسم الميد برين الى anterior part اللي هو التجمنتا، posterior part اللي هو التكتا. This imaginary line above this line is called thalamus, below this line is called hypothalamus. يعني الستراكشر اللي هي الانتيرو كوميشن، وبعدين الستراكشر ده نعرفه كمان شويه اسمه لامينا ترمينالز، اوبتيك كيازما، ميديان ايمينينس، ماميلاري بودي، all these nuclei are called collectively hypothalamus. طيب عرفنا الثالامس والهايبوثالامس، طب فين الميتاثالامس والسبثالامس والابيثالامس؟ هنا الشيت اللي هو ده اسمه السبثالامس. الشيت ده عباره عن ايه؟ The upper part of the tegmenta of the midbrain. يعني هي موجودة في midbrain. أيوة في نيوكليار من الهايبو من السبثالامس situated من midbrain نفسها. يعني ما بين الثالامس وما بين the upper surface of the midbrain. This is the subthalamus. موجودة بس في الجزء ده. جزء صغير. طيب أرجع لورا شوية. This is the thalamus. The posterior part of thalamus is called bulvinar. البولفينار ده فيه 2 نيوكليار. واحدة اسمها lateral geniculate body والتانية اسمها medial geniculate body. الأمر كده بقى سهل. lateral geniculate body اللي هي متوصلة بالsuperior colliculus اللي موجودة فين؟ tectum of the midbrain علشان sensation of vision. التانية اللي هي inferior colliculus متوصلة بالmedial geniculate body عشان sensation of hearing. والاتنين موصولين بالbrain سواء كانت lateral geniculate بالoccipital loop أو medial geniculate بالtemporal loop عشان يكمل الباث واي. فاذا ايه؟ الميتاثالامس هو عباره عن اللاترال اند ميديال جينيكيولت بوديز او النيوكليار، بيسموهم اللاترال اند ميديال جينيكيولت نيوكليار. طب يفضل الايبيثالامس بس. الايبيثالامس هو الدايره دي. ايه الدايره دي؟ باينيال جلاند، هابينيلر كوميشن، بوستيريو كوميشن. 3 بيز. ايه 3 بيز دي؟ هي ايبيثالامس يعني بي. طيب باينيال فيها بي يبقى باينيال جلاند، فوقيه على طول في كوميشن اسمه هابينيلر كوميشن، وبعدين تحتيه على طول في البي الثالثه اللي هي البوستيريور كوميشن. الثلاثه مع بعض بيعملوا الاستراكشر اللي هو الايبي ثالامس. نرجع نشوف الكوميشنز دي. اول واحد انتيرو كوميشن. ذا انتيرو كوميشن از سيتويتد جاست ان فرونت اوف ذيس اريا. ذيس اريا از كولد انتيرور كولومن اوف ذا فورنكس. يعني ايه؟ فين الفورنكس؟ ذيس از ذا فورنكس. شايفين الارشين فايبرز دي؟ اسمها الفورنكس. طب اللي فوقيها اسمه ايه؟ كوربس كالوزم. Under surface of the corpus callosum, between the corpus callosum and the upper surface of the fornix, this septum. What is this septum? Septum lucida. اللي هي قافلة على الكافيتي اوف ذا لاترال فنتريكل. لو دخلت في السبتم دي او شلتها يبقى انا كده في الكافيتي اوف ذا لاترال فنتريكل. تمام؟ يبقى احنا بنتكلم على الانتيرو كوميشن. الانتيرو كوميشن Thank you.
anterior commission تقدر توصفه تقول ايه just in front of the anterior column of the fornix. هناخد الارشين فايبرز دي هي الفورنكس هو برده من الكوميشنال فايبرز اللي في البرين. طيب خدوا طلعوا بره البرين هيبقى الرسمه دي. لو انا طلعت الاثنين فورنيسز اللي هو في الرايت وليفت سيريبرال هيمسفير هلاقي ان هو بيتكون من حاجه اسمها بوستيريور كولوم او الكرورا اوف ذا فورنكس وبعدين بيعمل حاجه اسمها البودي اللي انت بتشوفه في الساجيتال سيكشن البودي وبعدين جزء من الانتيرو كولوم انت بتشوفه برده في الساجيتال سيكشن اللي هو الجزء ده بيختفي بعد كده انسايد ذا ديبث اوف ذا برين. الانتيرو كولوم سينكس انسايد ذا ديبث اوف ذا برين لحد ما بيوصل للراوند ستراكشر ده اللي هو اسمه ماميلاري بودي. اذا الفورنكس ما ننساش ان هو متصل بالماميلاري بودي عشان يعمل تراكت بعد كده ما بين الليمبك سيستم او ما بين الهايبوثالامس لان الفورنكس من الليمبك سيستم ففي كونكشن ما بين الليمبك سيستم والهايبوثالامس. الكونكشن ده هو ايه؟ الفورنكس. تاني الفورنكس من البارت من الكوميشنال فايبرز اوف ذا برين. الفورنكس رايت فورنكس اند ليفت فورنكس ار كونكتد باي كوميشن اوف ذا فورنكس اللي هو اللي احنا شايفينه ده شويه هنعمله ديسكشن اللي هو الفورنكس كوميشن. كوميشن اوف ذا فورنكس ده لو مشيت معاك قدام الاقي في حاجه اسمها انتيريور كولوم. This is the anterior column of the fornix. In front of the anterior column موجود الانتيريور كوميشن. طيب بيعمل ايه الانتيريور كوميشن؟ It connects between both anterior end of the temporal loop. يعني بيمسك التمبورال لوب من هنا مع التمبورال لوب الناحيه الثانيه. تمام؟ طيب الفانكشن بتاعته ايه؟ الفانكشن بتاعت this anterior commission له رول في السنسيشن اوف ذا سميل وله رول كمان في الميديشن اوف حاجه اسمها فاست بين. في فرق ما بين الفاست بين والسلو بين شوف الفسيولوجي صح؟ فهذا الانتيريور كوميشن از ميدييتنج ذا فاست بين وكمان ات هاز ا رول ان سميل فانكشن. بعدين هنعرف السميل الباث واي جه ازاي في الانتيريور كوميشن ده. طيب خلصنا من الانتيريور كوميشن نعرف على الاقل الاناتوميكال بوزيشن بتاع الحاجه دي ايه؟ البوستيريور كوميشن شايفين البوستيريور كوميشن ده فين؟ below the pineal body او pineal gland just above the superior colliculus of the midbrain. posterior هنا posterior للcerebral aqueduct the structure ده اسمه ايه؟ tectum. التكتم ده بلاقي فيه حاجه اسمها superior colliculus تحتيه في inferior colliculus vision hearing. superior colliculus فوقيها على طول في النيوكليا اللي جوه الميدبرين مش خدتوا حاجه اسمها pre-tectal nucleus؟ pre-tectal nucleus function of the pre-tectal nucleus ايه؟ بيوبيلاري ريفلكس اللي هو البيوبيلاري لايت ريفلكس. لما تيجي تقربي سورس اوف لايت مثلا لو كان ناحيه الرايت الرايت اي هيحصل لها كونستريكشن بيوبيلا هيحصل له كونستريكشن. طب والليفت اي هيحصل له كونستريكشن دايركت لايت اند اندايركت لايت اللي هو بيسموه كونسنسوال لايت ريفلكس. مين المسؤول عن الكونسنسوال؟ بري تيبتال نيوكليوس. هي فين؟ ابر سيرفيس اوف ذا ميدبرين. طيب يعني قريبة من البوستيريور كوميشن لأن ده البوستيريور كوميشن وهنا هتلاقي الأبر سيرفيس أوف ذا تكتب يعني هنا البري تكتب نيوكليوس. فإذا البوستيريور كوميشن كونكتس سوبيريور كوليكيولاي أند بري تكتب نيوكليوس ما بين الرايت والليفت عشان يحصل الريفلكس اللي احنا بنقول عليه اللي هو اللايت ريفلكس. يبقى البوستيريور كوميشن هاز أ رول إن بيوبيلاري أند لايت ريفلكس. طيب خلصنا البوستيريور كوميشن نيجي للي فوق اللي هو اسمه هابينيورال كوميشن. طب الهابينيورال كوميشن كده اقدر اوصفه اقول فين؟ في الابر ليمب اوف ذا بينير بودي. This is the بينير بودي فوقيه على طول بيبقى فيه فرع كده من البينير بودي طالع وفرع نازل. الفرع النازل بيكون فيه البوستيريور كوميشن واللي طالع بيكون فيه الهابينيورال كوميشن. وقلنا الثلاثه مع بعض اللي هو الهابينيورال والبينير جلاند والبوستيريور كوميشن بيطلق عليهم اسم اللي هو ايه؟ ايبيثالامس. طيب الهابينيورال كوميشن ده ايه لازمته او ايه الفانكشن بتاعته؟ لو جيت تشوف جوه دي في البرين جوه انسايد ذا برين بتيري نفسها في نيوكليس موجود على الانتيريور سيرفيس اللي احنا اتفقنا اسمها ايه؟ هنحتاج الرسمه دي. دي كده الانكس والانكس جواها نيوكليس اسمها ايه؟ أميجدالا. طيب الأميجدالا دي بتطلع فايبرز من البوستيريور اند اوف ذا أميجدالا. تطلع الفايبرز كده arches over a structure here اللي هو الثالامس. الثالامس وتوصل لحد البيزل سيرفيس اوف ذا برين اللي هو المنطقة اللي قدام دي اللي فيها البرين.
بتربط المنطقه اللي في البيزال سيرفيس اوف ذا برين بالاميجدالا. الاميجدالا اللي هي السنتر اوف سميل. يعني في ريليشن معينه ما بين السميل وما بين الانتيريور بارت اوف ذا فرونتال لوب. الريليشن دي اللي هي مديت الاوتونوميك فانكشن اند ات هاز ا رول ان ليمبيك سيستم. ليمبيك فانكشن اللي هي الفايبرز دي بيسموها ستريا تيرمينالز. ستريا تيرمينالز. طيب الستريا تيرمينالز دي مش قصتنا الستريا تيرمينالز، وهي بتعمل ارشنج فوق الثالاموس جوه الديب انسايد ذا برين. بيكون في ستراكشر هنا اللي هو اللي احنا لسه اتكلمنا عنه اسمه ايه؟ ها؟ البينيال جلاند. فوق هنا بيكون في ايه؟ الهابينيولار كوميشن، وتحت هنا البوستيريور كوميشن. الاستريا دي بتعدي جوه الهابينيولار كوميشن، تربط ما بين الهابينيولار الفيمينين مع الهابينيولار الشمال. يعني الاستريا دي اسمها استريا تيرمينالز. ايه هي الاستريا تيرمينالز؟ اللي هي اكستند فروم ذا بوستيريور اند اوف ذا اميجدالا. الاميجدالا اللي جوه الاندس. It arches over the thalamus and reaches the basal surface of the brain. وهي بتلف on arching of the thalamus تيجي عند البوستيريور اند اوف ذا thalamus مكان الهابينيولار كوميشن، توصل ما بين الاثنين هابينيولار كوميشنز دول. يعني بتوصل السنس اوف ذا سميل بهذا الهابينيولار كوميشن. لما تيجي تشم حاجه كويسه لازم تفوت، بيحصل لك ايه؟ بيحصل لك ستيميوليشن للفيسرال سكريشن والجاستريك ميكوزا، الجاستريك اسيدز بتزيد وبيحصل السلايفيشن نتيجه بارت من هذا الكونكشن اللي هو ما بين التيست وما بين الاريا اوف inferior surface of the brain. Connections دي مش مهم هتعرفها في الفيزيولوجي، لكن المهم تعرف الاناتوميكال بارت اوف ذا فايبر. Posterior commission تحت، هابينيولار commission فوق. لذلك الهابينيولار commission لما تيجي تشوف الفانكشن بتاعته هتلاقي ايه؟ mediate sense of olfaction. تمام؟ and visceral pathway. طيب الفورنكس، ايه هو الفورنكس؟ الكورنكس اللي هو الارشنج فايبرز اللي موجوده تحت الكوربس كالوزم سيبريتد فروم ذا كوربس كالوزم باي سيبتم ليوسيدم. طيب ازاي الكورنكس الفايبرز بتاعتي بتتكون؟ الفورنكس لو جيت اشوفه هو عباره عن ايه؟ هلاقيه متصل بستراكشر موجود تحت السيرفيس اوف ذا برين اسمه الهيبوكامبس، اللي احنا قلنا ان هو بيعمل ايه؟ شورت تيرم ميموري. موجود فين الهيبوكامبس؟ قال لي يقول لي موجود فين؟ في البارا هيبوكامبال جايروس. تمام؟ يعني في المنطقه دي الهيبوكامبس موجود هنا. تمام؟ طيب الهيبوكامبس دوت هو الاستراكشر نفسه. بوستيريور اند اوف ذا هيبوكامبس جيف رايز تو فايبرز. الفايبرز دي بيسموها فيمبريا اوف ذا هيبوكامبس. This is the hippocampus اهو، وبعدين دي حاجه اسمها فيمبريا اوف ذا هيبوكامبس. وبعدين الفيمبريا اوف ذا هيبوكامبس دي تتجمع مع بعضها، هي عباره عن فايبرز كده افرنت فايبرز، تتجمع مع بعضها تعمل البوستيريور كولمن اوف ذا فورنكس. يبقى هو اصلا عباره عن ايه؟ افرنت اوف ذا هيبوكامبس. هيبوكامبس يبعت فايبرز، الفايبرز تتجمع مع بعضها تعمل البوستيريور كولمن اوف ذا فورنكس. يمشوا الاثنين بوستيريور كولمن مع بعض لحد بيعملوا البودي، بودي اوف ذا بوستيريور كولمن. وهنا بقى بيكون في كوميشن بيبقى رابط ما بين التو بوستيريور كولمن. بيبقى رابط ما بين التو بودي اوف ذا فورنكس. بيسموه الفورنكس كوميشن. او له اسم تاني هيبوكامبال كوميشن. يبقى لما اسمع هيبوكامبال كوميشن هو نفسه الفورنكس كوميشن. هو عباره عن ايه؟ فايبرز كونكتنج بتوين ذا تو بوديز اوف ذا فورنيسس. يعني بيربط الفورنكس الرايت مع الفورنكس الليفت. طيب وبعدين التو بوديز يمشوا مع بعض لحد ما يعملوا كيرف على الانتيريور اند اوف ذا ثالاموس. الكيرف ده اللي انت بتشوف جزء منه هنا ده اسمه ايه؟ انتيريور كولمن اوف ذا فورنكس اللي هو ده. يمشي الانتيريور كولمن اوف ذا فورنكس انسايد ذا ماتيريال اوف ذا برين ان ذا ديبس اوف ذا برين لحد ما يوصل للاستراكشر ده اللي هو اسمه ايه؟ الماميلاري بودي. يعني كان الفورنكس مرتبط بالهايبو ثالاموس عن طريق الكونكشن بتوين ذا انتيريور كولمن مع الماميلاري بودي. بص على الرسمه دي هو عباره عن ايه؟ ادي الهيبوكامبس. الافرنت اوف ذا هيبوكامباي جيف رايز تو ذا بوستيريور كولمن او بيسموها الكرورا اوف ذا فورنكس. These crura of the fornix come together and attached by this commission. Commission of the fornix or the hippocampal fornix. And then they are forming the bend anterior to form anterior column of the fornix. The anterior column of the fornix, the final destination now, انه يمسك في المامولاري بودي اللي في الهايبوثالاموس من تحت. ليه؟ لان الفورنكس كله
ميدييتنج السمال والبيهافير والايموشنز. فالهايبوثالامس موجوده عندنا في البرين اللي هي المنطقه دي بما فيها الماميلاري بودي، ليها فانكشنز كتير قوي، منها مثلا الاوتونوميك فانكشن، هوميوستاسيس ليها فانكشنز كتير قوي. فارتباطها بالفورنكس بيساعد ان الفانكشن بتاعه الفورنكس اللي هو الكاليمبيك سيستم يكون له ريليشن مع الفانكشن اوف ذا هايبوثالامس. تمام، برضه هنعرفها قدام شويه لما ناخد الدينكيفالون اللي هو البارت بتاع الهايبوثالامس والثالامس. دلوقتي اعرف بس ان الانتيرو كوميشر ان فرونت اوف ذا انتيرو كولوم، بوستيرو كوميشر تحت البينيال جلاند، الهابيتال كوميشر اباف ذا بينيال جلاند، ويفضل لي الفورنكس اللي احنا عرفناه، واخر فايبرز من الكوميشر اللي هو اكبر كوميشر فايبر اللي اسمه ايه؟ الكوربس كالوزا. This is the corpus callosum. الكوربس كالوزا بشكله ايه؟ هو طبعا اللارجست كوميشر فايبرز اوف ذا برين. لما تيجي تشوفه من اباف ذا برين بتلاقي الفايبرز عامله كروسنج ما بين الرايت والليفت سايد كده، طبعا هو وايت مابل. لما تيجي تشوفه في الساجيتال سيكشن بتلاقي المنظر ده اللي احنا شفناه كلنا في الميديال سيرفيس اوف ذا برين. الاناتوميكال بارتس بتاعته عباره عن المقدمه دي اسمها روسترم، فوقيها على طول بنلاقي في حاجه اسمها جينو، وبعدين البودي، وبعدين سبلين. روسترم، جينو، بودي، سبلين. كوربس كالوزا is attached to the superior surface of the fornix by the septum. Septum lucidum. اللي هي which is forming the medial or lateral wall of the lateral ventricle. Medial wall of the lateral ventricle. Septum lucidum زي ما قلنا هي عاملة closing للcavity of the lateral ventricle. توصل ما بين superior surface of the fornix اللي هو commissural fiber مع الunder surface of the corpus callosum اللي هو برضه commissural fiber. روسترم، جينو، بودي، سبلين. طيب الاجزاء دي ازاي بتوصل ما بين الديفرنت بارتس اوف ذا برين او ديفرنت بارت اوف بوث ريفر هيمسفير؟ لو جيت شفت المقطع ده او المنظر ده، ده الانتيريور ولا البوستيريور في البرين؟ كده انتيريور كده بوستيريور. طيب انا عرفت منين كده انتيريور كده بوستيريور؟ كده انت مش شايفه نوتشات خالص ولا شايفه حاجه خالص. اللي انت شايفاه دلوقتي المسافه اللي ما بين الكوربس كالوزا لقدام البرين اصغر من المسافه اللي ما بينه وورا. يعني لو جيتي على الساجيتال سيكشن شفتي المسافه اللي ما بين الروسترم وما بين الفرونتال هول شورتر ذان ذا سبلينيوم اند اوكسيبيتال هول، يبقى ذيس از انتيريور اند ذيس از بوستيريور. تمام، ده من الصوره. الفايبرز اللي هي نتوقع ان الموست انتيريور بارت اوف ذا كوربس كالوزا هنا هيبقى اسمه ايه؟ ايوه الروسترم والجينو. الفايبرز اللي طالعه من الروسترم والجينو which connects between both frontal loops، الفايبرز اللي انا بشاور عليها بالبوينتر دي بيسموها فورسيبس ماينر. يبقى احنا دلوقتي بنقول البارتس اوف ذا كوربس كالوزم جوه البرين، الفايبرز نفسها اسمها ايه؟ الفايبرز اللي ما بتكونكت between the two frontal loops are called فورسيبس ماينر. طيب نرجع لورا ناحيه السبلينيوم، نتوقع السبلينيوم هيكون هنا اللي هو ده. The fibers which connects between the occipital loops بيسموها forceps major. ما في forceps minor قدام وforceps major من ورا. طب والبودي نفسه بتاع الكوربس كالوزم؟ يطلع منه fibers اللي احنا شايفينها دي، دي الفايبرز اللي طالعه من البودي. وبعدين كأن واحده مسرحه شعرها من النص هنا كده. ماشي؟ الفايبرز دي تلف تعمل الروف واللاترال وول اوف اكافيتي انسايد سريبرال هيمسفير. اسمه ايه الكافيتي؟ lateral ventricle. يعني لو تخيلنا الكافيتي اللي هو lateral ventricle جوه السريبرال هيمسفير، لو جت الفايبرز بتاعت الكوربس كالوزا فوق وبعدين تعمل اللاترال وول بتاعته هنا بيسموا الفايبرز دي septum of the corpus callosum. يبقى انا عندي forceps minor وforceps major وبقيه الفايبرز كلها اسمها septum. هتسمع كلمه septum دي فين؟ لما تيجي ناخد في المحاضره الجايه relations of the lateral ventricle. هتلاقي relation of the body او ريليشن اوف ذا انفيريور هول او ريليشن اوف ذا بوستيريور هول اباف او الروف اند ذا لاترال هول از فورمد باي تيبتوم اوف ذا كوربس كالوزا. هترجع للرسمه دي علشان توصل المعلومات ببعضها. يبقى هي ببساطه الفايبرز اللي بتعدي من الكوربس كالوزا وتعدي على البرايتال لوب وعلى التمبورال لوب تغطي بقيه سطح اللاترال فنتريكل. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا الفورسبس ماينور والفورسبس ميجر تيبتوم اوف ذا كوربس كالوزا. ماشي. بلاد سبلاي اوف ذا كوربس كالوزا مهم جدا. طيب في هنا فوق الكوربس كالوزا فيشر او سالتس، اسمه ايه السالتس ده؟ ها؟ كالوزا سالتس.
سيرفيس اوف ذا برين، قلنا في واحد ماشي فوق الكوربس كالوزا اسمه كالوزا سالبس، وقلت لكم ساعتها ان ماشي فيه بلاد سبلاي مهم قوي اسمه انتيريور سيريبرال ارتري. الانتيريور سيريبرال ارتري يغذي كل البارتس اوف ذا كوربس كالوزا لحد الحته دي. شايفين الارتري ما كملش، الارتري اللي هو شايفينه قدامكم ده الانتيريور سيريبرال. يجي ارتري من ورا من بوستيريور سيرفيس ويغذي بقيه الاوكسيبيتال لوب مع السبلينيوم اسمه بوستيريور سيريبرال ارتري. فدي نقطه يعني مهمه في الام سي كيوز. All parts of the corpus callosum are supplied by anterior cerebral artery except splenium which is supplied by posterior cerebral artery. طبعا الانتيريور طالع من الانترنال كاروتيد والبوستيريور طالع منين؟ بازيلا. بازيلا تمام. Lesion of the corpus callosum split brain. يعني ايه split brain؟ يعني كأن الشخص ده عنده two separate brains. الرايت ما يعرفش الليفت والليفت ما يعرفش الرايت. وفعلا ده اللي بيحصل. لو حطيت له قلم او اي اوبجكت في ايده اليمين يعرف من غير ما يشوفه وهو مغمض عينيه، يقول لك ده قلم، يقول لك ده كوبايه مثلا، يقول لك ده كتاب. طب شلته وحطيته في الشمال ما يعرفش. ما يعرفش لان في كومبليت سيباريشن اوف ذا سيريبرال كوزلي. ايه؟ ما هو فين الدومينانت هيمسفير بتاعي؟ اه دلوقتي فصلتي الاثنين سيريبرال. فالكونكشن مهم عشان يوصل المعلومات من الدومينانت سيريبرال هيمسفير للثاني. طيب برضو السندروم اللي هو السبليت برين ده في سندروم تاني اسمه ابراكسيا، يمكن اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت. ها حد فاكر الابراكسيا؟ ما بيقدر يمشط شعره. ايوه هو ده اللي هي الصوره اللي كان الشخص مش عارف يمشط شعره او ماسك المشطب المقلوب مش عارف يلبس البيجامه بتاعته، اللي هي ايه مش قادر يعمل كوردينيشن ما بين ديفرنت ماسلز جروب. ليه؟ لانه عنده سيباريشن ما بين الرايت والليفت سيريبرال، فمش قادر يمشي مثلا الشولدر اليمين مع الشولدر مثلا. فالكونديشن دي اسمها ابراكسيا، والابراكسيا دي بتحصل نتيجه ليجنز في ديفرنت بارتس اوف ذا سريبرم. اخذناها مثلا في ايه؟ ده في المحاضره اللي فاتت. ها؟ بري موتور اريا ليجن بيعمل ابراكسيا. البوستيريور بارايتال اريا ليجن بيعمل ابراكسيا. السريبرم الكوربس كالوزم ليجن بيعمل ابراكسيا. بروجكشن فايبرز سهله بقى ان شاء الله، دي اللي هنختم بيها المحاضره. البروجكشن فايبرز هي عباره زي ما اتفقنا اسندنج وديسندنج تراكتس. طيب احنا اخذنا الاسندنج تراكتس طبعا السنسوري والديسندنج الموتور. لما نيجي نلخص التراكتس اللي احنا اخذناها كلها كده، بتعدي فايبر اسمها ايه؟ انترنال كبسول. فايبرز اللي هي الاسندنج او ديسندنج لازم تعدي في محطه اسمها انترنال كبسول. الانترنال كبسول هنعرفها في السلايد اللي بعديها، ليها 5 اناتوميكال بارتس. طيب نجمع كده او نصنف الفايبرز الاول وبعدين نشوف الانترنال كابسول. البروجكشن فايبرز تو ذا كورتكس اكيد هتبقى ايه؟ سنسوري ولا موتور؟ سنسوري. على حسب النيوكليس موجوده فين في الثالامس، يعني كلها بتطلع من الثالامس وتروح للكورتكس، فبيسموا البروجكشن فايبرز اللي هي من تحت لفوق اسمها ثالاميك راديشن. ثالاميك راديشن اللي هي راديشنز اللي طالعه من الثالامس على حسب زي ما قلنا النيوكليس دي موجوده فين. لو هي طالعه من النيوكليوس اللي اسمها البوسترولاترال فنترال نيوكليوس اوف ذا ثالامس ورايحه للاريا اللي في البوست سنترال جايروس اللي هو اريا 312، بيسموا الفايبرز دي ايه؟ سنسوري راديشن. ودي اللي احنا اخذناها في هيولي ايه؟ ايوه السباينال لمنستس اللي هي الانتيريور سباينال ثالامك واللاترال سباينال ثالامك. واحده بتشيل البين والتمبريتشر والثانيه بتشيل ايه؟ انتيريور سباينال ثالامك. فروت تاتش. ايوه الفروت تاتش وال البريشر تمام. دي كلها بتروح للنيوكليس اسمها البوستولاترال فنترال نيوكليس اوف ذا ثالامس ومنها تطلع للاريا اللي هي السنسور. فوهي طالعه بيسموها سنسوري راديشن. وكل السنسيشن بقى مش بس اللي هي طالعه من الاريا دي، يعني اي سنسيشن مديتد باي ثالامس وهتروح للبوست سنترال بيسموها سنسوري راديشن تمام. لا كورونا هقول لك عليها فين دلوقتي، كورونا في السلايد اللي بعدها. طيب في الثاني نيوكليوس موجوده في الثالامس بس انتيريور. النيوكليوس دي بتكون كونكتد مع الليمبك سيستم بالذات مع حاجه اسمها السنجوليت جايروس اللي احنا قلنا عليه اباف ذا كوربس كالوزا. فبيسموا الراديشن اللي طالعه من الانتيريور نيوكليوس اوف ذا ثالامس للسنجوليت بيسموها الانتيريور ثالاميك راديشن، ليها اسم لوحدها. يفضل حاجه اسمها الفيجوال راديشن والاوديتوري راديشن ومن اسمهم الفانكشن بتاعتهم والكونكشنز هيبقوا واضحين. لو قلت لك الفيجوال راديشن يبقى هتقول لي اللي هي بتوصل ما بين اللاترال جينيكيولات بودي
and occipital loop. And this is called visual radiation او optic radiation اللي هي اللي انت شايفها دلوقتي دي. هنا اللاترال جينيكولوك بادي اللي هو رقم 4 في البوستيريور بارت اوف الثالاموس. وبعدين هنا 6 اللي هو الاوكسيبيتال لوب بتمشي فيها حاجه اسمها الفيجوال راديشن. طيب الثانيه اللي هي الاوديتوري راديشن ما بين الميديال جينيكولوك بادي و التمبورال لوب بيسموها الاوديتوري راديشن. ديس ميديت سنس اوف فيجن اند ثانيه بتكون في السنس اوف هير. ما عنديش غير الفيجوال ما عنديش غير الراديشنز دول اللي هم اسندنج تو ذا كورتكس سواء كانت سنسوري سواء كانت اوبتيك او اوديتوري واخر حاجه اللي هي الايه الانتيريور ثلاميك راديشن. طيب لو جيت اشوف الديسندنج فايبرز اللي جايه من فوق من الكورتكس ونازله تحت للسباينال كورد اخدت طبعا الجرافيكال من الاريا 4 من الاريا 4 لحد ايه ها لحد تحت في الانترنال كبسول وتنزل للانتيريور هور سيلز في اللور موتور. في الاكسترا بيراميدال برضو اللي هي من الاريا 6 وتنزل في الكورس بتاعها اللي هو الاكسترا بيراميدال تراك. يفضل لي ايه؟ ممكن بعد اذنك الباب يبقى بيراميدال تراك واكسترا بيراميدال تراك. طيب في فايبرز ثانيه ما بتنزلش تحت في السباينال كورد بتوصل لحد البونز فقط وتقف. الفايبرز دي اسمها كورتيكو بونتاين فايبرز على حسب الاريا اللي طالعه منها من السريبرال كورتكس. يعني ممكن تبقى فرانتو بونتاين تمبرو بونتاين بارايتو بونتاين اوكسيبيتو بونتاين كلها بتوصل ما بين الكورتكس والبونز فقط. اخر حاجه اللي هي الكورتيكو ثلاميك فايبرز اللي هي برضه بتوصل ما بين ديفرنت بارت اوف ذا كورتكس مع الثالامس مع كورتيكو ثلاميك فايبرز. طيب من شويه كنت بتسالي مريم على الكورونا راديال. This is the picture of the corona radial. ايه اللي انت شايفاه قدامي ده؟ شايفين فايبرز طالعه للكورتكس او نازله من الكورتكس سواء كانت اسندنج او ديسندنج. المنظر ده هو اللي بيعمل الكورونا راديالا. طب كلها بتروح فين الكورونا راديالا دي؟ شايفين زي ما يكون الايبكس بتاعها داخل لجوه. الايبكس بتاعها بينزل في الانترنال كبسول يعني كانها الابورد كونتينيويشن اوف ذا انترنال كبسول. فايبرز اسندنج اور ديسندنج فروم ذا انترنال كبسول. عندي كده لما تشوفي من فوق الكورس بتاع الديسندنج فايبرز بتلاقيه بيعدي 4 سيز. 4 سيز اللي هما ايه؟ كوربس كالوزا فوق سي تحتيه على طول بتلاقي فيه الكورونا رادياتا اللي هي السي الثانيه. ينزل الكورونا رادياتا في الانترنال كبسول اللي هي السي الثالثه وبعدين هينزل من السي بتاعت الانترنال كبسول هيقابل السي بتاعت ايه؟ الكراست ريفرال اللي هي من الميمبرين. بينزل من الكوربس من الكورتكس ليه؟ سوري الكورتكس مش الكوربس كالوزا الكورتكس اللي هو ده. يبقى الكورتكس بعد كده الكورونا رادياتا اللي انتم شايفينها بعد كده الكبسول اللي هي الانترنال كبسول بعد كده هتنزل في الكراست ريبراين وهو المفروض ان هو كونكتنج ما بين الميمبرين والبرين وتنزل بعد كده في البونز وتكمل في السباينال. طيب دي الفايبرز اللي هي ايه بروجكشن فروم ذا كورتكس اكيد هتبقى ديسندنج او موتور. انترنال كبسول هناخد البارتس بس هناخد البارتس اوف ذا انترنال كبسول بس مش هناخد الفايبرز اللي ماشيه فيه. بارتس اوف ذا انترنال كبسول ات هاز 5 مين بارتس. علشان اشوف الانترنال كبسول واعرف الاناتوميكال بارتس بتاعتها لازم اشوف السكشن ده اللي اسمه ايه؟ ترانسفيرس سكشن اوف ذا برين. تمام؟ او اخد سكشن تاني اللي هو كورونا سكشن. الكورونا سكشن اللي هو بيتاخد من سوبير للانفيريو كده والترانسفيرس بيكون انتروبوستيريو. هنا اقدر اشوف الديفرنت بارتس اوف ذا انترنال كبسول. فين الانترنال كبسول؟ طبعا هي اللارجست بروجكشن فايبرز اللي موجوده في البرين هي الانترنال كبسول. زي اللارجست كوميشنال فايبرز اللي موجوده في البرين هو ايه؟ كوربس كالوزا. طيب ليها 5 بارتس. واحد اهو، اثنين اهو، ثلاثه اهو، اربعه اهو، وخمسه ما بيتشافش. ايه هما بقى البارتس دي؟ البارت الاولاني ده بيسموه انتيريور ليمب، هي شكلها في اهو، احنا شايفين شكلها في. انتيريور ليمب اوف ذا انترنال كبسول، جينو اوف ذا انترنال كبسول، بوستيريور ليمب اوف ذا انترنال كبسول. This part is called retrolentiform part. تحت البارت ده بلاقي السبلنتيفورم بارت اللي رايح للتمبورال لوب وده ما بقدرش اشوفه في الترانسفيرس سكشن. يبقى الانتيريور ليمب من المنظر اللي قدامي ده is situated between this structure and this structure. Structures دول اسمهم البيزال نيوكليار. واحد منهم اسمه الكوديت نيوكليوس والتاني اسمه اللنتيفورم نيوكليوس. The anterior limb between the caudate nucleus and the lentiform nucleus. طيب البوستيريور ليمب ما بين الثالاموس ميديالي اند لينتيفورم نيوكليوس لاترالي. في النص هنا جينو اللي هو ايه بقى؟
between caudate nucleus and the thalamus medially and lentiform nucleus lateral. الريترو لنتيفورم بارت اللي بيكون ورا اللنتيفورم دي اللنتيفورم اهو وراها هنا البارت ده اسمه ريترو لنتيفورم. ايه اللي هيمشي فيه؟ الفيجوال راديشن. ايه الفيجوال راديشن؟ نرجع نقولها اللي بتوصل ما بين اللاترال جينيكيلت بودي والاوكسيبيتال كورتكس عشان الباث واي اوف فيجن. طب السب لنتيفورم اللي انا مش شايفاها هتكون تحت المنطقه دي، يبقى في الاوديتوري، يعني يبقى في التمبورال لوب، يبقى هتوصل ما بين الميديال جينيكيلت مع التمبورال واسمها السب لنتيفورم. ناخد لحد كده النهارده وان شاء الله المحاضره الجايه نكمل الفايبرز.